كان مجددا، هو فعلا نابه، نبغة مختلف، جدد في الموسيقى تجديد غير يعني من التجديدات اللي هي بالغة الأثر زي ما بيتقال. عبد الحليم حافظ قال عن الموسيقار الكبير الذي رحل عن الدنيا وبقت ألحان والعبقرية حتى هذه اللحظة، قال عن بليغ حمدي، قال بليغ هو أمل مصر في الموسيقى. خلي بالك عبد الحليم حافظ ما كانش مجرد صوت مهم ولا صوت عبقري، مش بس كده، عبد الحليم حافظ رجل بالغ الذكاء، وعبد الحليم حافظ لم ينطق كلمة ما يعنيش أثرها إيه على الإطلاق. النهاردة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي. بليغ حمدي ده تقدر تقول كده عمل اللي ما كانش حد متوقع انه هيتعمل في الموسيقى المصرية. احنا معانا طيب، انا يمكن من الناس اللي كنت سعيد الحظ جدا بصداقة وزمالة بفخر بيها حتى هذه اللحظة مع كاتبا وصحفيا ومؤرخا ومؤلفا، الاستاذ ايمن الحكيم. استاذ ايمن الحكيم كان له كتاب مهم جدا عن بليغ ومسرحية شديدة الأهمية عن بليغ. يا أهلا 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 يا أستاذ أيمن. مساء الفل أستاذ يوسف. مساء النور. لا أنا أقول لك يا أستاذ، بس أنت تقول لي يا يوسف أو يا جو كما اعتدنا يعني. أنت أستاذ من يومك إزاي بقى؟ لا ربنا يكرمك يا رب. قول لي بقى يا باشا، بليغ حمدي، وأنا عارف حجم ولعك ببليغ. أيوه. بليغ حمدي عمل إيه في المزيكا؟ انت قلت امل مصر في الموسيقى وما يزال، وعايز اقول لك ملاحظه ان كلمه امل اللي قال امل مصر في الموسيقى مش عبد الحليم. عبد الحليم مقتبس التعبير، وناس كتير هو اتشهر باسم عبد الحليم. يعني يقول لك عبد الحليم قال عن بليغ امل مصر في الموسيقى، الاصل التعبير من عند الاستاذ كامل الشناوي الشاعر الكبير. خبر. يا خبر. وهم الاثنين كانوا تلاميذ كامل الشناوي. كامل البي ده كان حاجه كبيره قوي، كان متبنيهم باتنين، دول كانوا من شلة كامل الشناوي، كان متبني بليغ وهو اللي قال عليه أمل مصر في الموسيقى. عبد الحليم سمع التعبير عجبه وقاله على المسرح. فبس هو الأصل الحقيقة للأستاذ كامل. الأستاذ كامل. عايز أقول لك حاجة، يعني صديقنا الدكتور عصام الشماع له تعبير جميل عن بليغ حمدي، يقول لك ده الراجل اللي خلص المزيكا. بمعنى عمل كل حاجة في المزيكا، ما سابش لحد بعديه يعمل حاجة فيها. عمل الغنى الرومانسي والوطني والديني، عمل سينما ومسرح، عمل كل حاجة في المزيكا، فما سابش لحد يعمل حاجة بعديه، فهو يقول لك الراجل اللي خلص المزيكا. فالحقيقة تعبير لطيف جدا. فلا بليغ ده حدوتة الحقيقة. وعلى فكرة أنا في ذكرى رحيله، أنا كل سنة لازم يعني أقول كل سنة وهو طيب. يعني حكايه رحيل بالنسبه لبليغ دي مش راكبه معاه. يعني بليغ لا يرحل، راجل جه الدنيا عشان يبقى مش يرحل. فالحقيقه باقي بالحانه كل يوم نسمعها. فانت عايز ايه يعني؟ راجل رحل امتى؟ هو الحقيقه ما رحلش بليغ حمدي، بليغ موجود كل يوم. انا لسه من شويه كنت بسمع الحب كله في ذاعه الاغاني. الحب كله دي المقدمه الموسيقيه لوحدها لما تقعد تسمعها شيء ملحد. انا كل ما اسمعها اقول ما هذا بشرا، يعني العمل ده لا يمكن يكون بشر. تعرف الصوفيه ليهم مصطلح لطيف جدا، يقول لك الفلان ده منفوح. منفوح ده يعني عنده نفحة إلهية. منفوح. فبليغ ده منفوح. الحقيقه في حاجات انت لا تفسر الا ان دي نفحة إلهية الحقيقه. الكلام عن بليغ طول، بس انا عايز اقف عندي حاجات جديده. يعني بليغ طبعا اتقال فيه كلام كتير، بس في حاجات جديده الحقيقه عايزك تتبناها معايا. اولا في لحن جديد لبليغ. لحن جديد لبليغ حمدي عن حرب اكتوبر. اسره بليغ حمدي لقيته المهندس اسامه فهمي كان كلمني، قال لي ان احنا لقينا هذا اللحن 12 دقيقه لحن جديد لبليغ حمدي، وقال لي يليق على صوت علي الحجار. فكلمت الاستاذ علي الحجار، قال لي انا اللحن ده بتاعي من قبل ما اسمعه. فهو بليغ عامله على العود وهو محتاج توزيع موسيقي، وهو الاغنيه عن حرب اكتوبر. فانا يعني الحقيقه من خلالك نناشد الاستاذ علي الحجار صوت مصر والمطرب الكبير طبعا، نبتدي نسمع هذا اللحن في اكتوبر الجاي.
ذكرى بالظبط. اكتوبر الجاي لما تسمع وفي حدث اسمه لحن جديد لبليغ حمدي عن حرب اكتوبر، اظن مصر كلها تقعد تسمعه يعني، اظن يعني. فارجو ان انت تتبنى معايا هذه يا ريت المناسبات. يعني المسألة مفاجأة سارة سعيدة إلى أبعد الحدود، إن إحنا هنسمع حاجة لبليغ لم نسمعها قبل كده على حقيقي. الإطلاق. أنا سمعتها على العود بشكل شخصي وبعتها للأستاذ علي وسعيد بيها جدا، قال لحن عظيم جدا، هو محتاج توزيع موسيقي ومحتاج شوية تظبيطات في الكلام حاجات كده. فأنا أتمنى يعني باسمك وباسم كل المشاهدين اللي بيشوفونا نقول للأستاذ علي الحجار نفسنا نسمع هذا اللحن في ذكرى أكتوبر القادم. يا ريت في احتفالات أكتوبر اللي جاي نعمل كده. وهو الأستاذ علي كمان عنده استوديو وعنده علي الحجار حاجة مهمة يعني، فيقدر يعمل هذا اللحن في أكتوبر الجاي. ولو عايز مساعدة نتمنى أي يعني كل الجهات تساعده عشان صدور أو ظهور هذا اللحن. اتفضل. بليغ بحجم عبقريته اللي فعلا محدش يعرف انه يشكك فيها، هسأل سؤال. بليغ اتحارب جامد من باب الغيرة وارد، منافسة في رأي بعضهم وارد، بس حورب بليغ حمدي؟ اجاوب؟ ايوه انا معاك، انا بسمع وانا مصدوم. يعني لا، هو من ناحية حورب بليغ كان ربنا مديله فيض من المزيكا. بليغ فترة من الفترات يعني كان فتنة، بمعنى ان اللي عايز يتشهر في العالم العربي من المطربين والمطربات كان لازم يروح يخبط على باب بليغ. فالحقيقة كان عظيم. طبعا حصل غيرة، الاستاذ عبد الوهاب بجلالة قدره قال ان احنا كمطربين كملحنين كل 10 سنين ربنا يعني ينعم علينا بجملة موسيقية جديدة، حاجة جديدة. بليغ ده بيقوم الصبح ربنا بيديله اللي هو عايزه، فيعني هو مش عنده شلال متدفق. انا عايز اقول لك انا كنت اعرف هيثم حمدي، هيثم ده كان ابن اخوه وهو كان بليغ المربيه وكان صديقي الحقيقه. قلت له هيثم يعني قول لي هو كان عمك بيلحن يعني بيعمل ايه؟ يعني اقول لي الطقوس يعني جايز يعني نستفاد؟ قال لي ولا حاجه، كان يقعد على الارض يمسك العود يبص في السقف شويه ويلحن، واللحن بعد دقايق يطلع. طب كان بيعمل ايه؟ قال لي ابدا، كنا نحط جنبه شاي ورز بلبن. فانا قلت والله دي سهله، الواحد يعني يشرب شاي ورز بلبن جايز، بس واضح ان السر في حاجات ثانيه الحقيقه، يعني مش هو ده الموضوع. فبليغ كان الحقيقه يعني مسيطر على الموسيقى المصريه في فتره. انت بتتكلم واحد كان عنده 28 سنه وبلحن لام كلثوم. ده جنب الصنباطي وجنب زكريا احمد وجنب الاصابعي وجنب العتاوله. انت بتتكلم ايه يعني؟ واد عيل يعني، عيل بالنسبه لهم عيل. فيدخل منافسة. وبالمناسبة أغنية الحب كله كانت متصدرة أرقام التوزيع، يعني تخطت الأطلال رغم عظمة الأطلال. فالجمهور المصري كان يعني بحب شغل بليغ، ألحان بليغ دي الحقيقة كان فيها سحر. وتشوف شغل مع عبد الحليم حافظ مش ممكن يعني، عمل عبد الحليم شغل مذهل. شوف شغله مع وردة يعني لا يمكن، يعني ايه اللي بيعمله ده؟ يعني بليغ ده كان كل حياته مزيكا، فلوس مش عارف ايه، ولا تفرق معاه في اي حاجه خالص، ولا تفرق. يعني لما احكي لك على موضوع الفلوس ده، الله يرحمه، وانت كنت تعرف الاستاذ مجدي العمروسي طبعا. الله استاذ مجدي ده كان حاجه جميله جدا، ماسك شرطه صوت الفن وراجل جميل. وهو كان بليغ بيشتغل معاهم في الشركه، كان ملحن اساسي وكان له يعني بياخد منهم فلوس كتير. فبيقول لي مره بليغ عدى عليا الصبح خد 5000 جنيه وده كان مبلغ خرافي اياميا، بنتكلم في الثمانينات، مبلغ يعني. بيقول لي جالي بالليل بيقول لي يا مجدي ما تديني 500 جنيه سلف. قلت له يا بليغ انت مش واخد مني 5000؟ قال لي خلص يا مجدي، ما انا ما اعرفش راحوا فين اصلا، طرف واحد يعني. والله. فهو ما في موضوع الفلوس ده ولا كان تفرق معاه. بليغ ده كان المفروض يبقى اغنى واحد في مصر، مليونير بجد، لان شغله كان يجيب له فلوس كتير، ولا كان تفرق معاه. بليغ مات ما عندوش شقه تمليك خالص، كل شقه وايجار ايجار، ولا كان فارق معاه. المكتب بتاعه ده اللي هو كان في الزمالك، أنا شفت منظر يا أستاذ يوسف والله لا أنساه أبدا. لما بليغ مات صاحب الشقة خد حكم باسترداد الشقة، لأن بليغ ملوش ورثة. يوم الحكم جاب هو من الشرطة ورمى كل حاجات بليغ بره. أنت بتتكلم عن نوت المزيكا وعن عود بليغ وعن ورقه وعن لبسه وعن كل متعلقات تاريخ مصر اترمى على الأرض. وأنا شفته بعيني على الأرض. يعني بليغ الله يرحمه الاستاذ محمد رشدي كان حاضر، قال لي تعالى نلم بليغ من الارض.
شوف تعالى اصل برضه هم كان في ثلاثي كده رشدي بليغ الابنودي. طبعا طبعا دول ثلاثي عملوا اجمل غنى شعبي مصري تحفه، اجمل غنى شعبي مصري هم الثلاثي دول الحقيقه. على راي استاذ عبد الرحمن الله يرحمه قال في على الثلاثي ده، قال احنا الثلاثه دخلنا بقى وكنا طايحين كلام بنوع جديد ومزيكا جديده. أيوة وصوت أيوة. رشدي كان لسه طالع. طبعا انت تعرف ان الاغنيه الوحيده اللي نفست مبيعات ام كلثوم في الفتره دي كانت اغنيه عدويه للاستاذ رشدي؟ لا عدويه دي كسرت الدنيا، نفست ام كلثوم الدنيا. نفست مبيعات اغاني ام كلثوم، ودي كانت حاجه يعني كان حدث اياميها، الاغنيه المطرب شعبي زي الاستاذ محمد رشدي، بس انت بتتكلم معاه الابنودي ومعاه بليغ حمدي، فالاغنيه الحقيقه كسرت الدنيا. بالمناسبة خليني بس قبل ما انسى، في برضه قضية تانية بالنسبة لبليغ، حاجة جديدة برضه أتمنى إن أنت برضه يعني تتبناها معايا. بليغ كان له بيانو في باريس فترة المنفى اللي هو كان فيها هناك دي، اشتراه، كان بيانو قديم تحفة من زمن، كان أظن كان نابليون الثالث حاجة كده قديمة قوي، وكان لحن عليه كل أغانيه هناك في باريس. هذا البيانو محتاجين إن احنا نرجعه مصر. بتكلم بيانو اللحن عليه بليغ اجمل الحانه بما فيها اللحن الاخير اللي هو بودعك، هذا البيانو موجود عند صديق ليه هناك في باريس، ولما يجي يرجعه قالوا له ده يعني هيتعامل معامله الاثار او حاجه كده بمعنى الجمارك عليها تبقى غاليه قوي. فهو لو دخل عن طريق مثلا وزاره الثقافه يا ريت، يعني اتمنى انت توصل صوتك لوزيره الثقافه الفنانه دكتوره نفين، هذا البيانو بليغ حمدي الموجود في باريس وممكن الوزاره تجيبه، وهتجيبه بملاليم، وممكن في صديقنا اذا كان اللي بيمتلك البيانو على استعداد لتسليمه بالفعل للحكومه المصريه ونفسه يهديه لدار الاوبرا المصريه، اتحط باسم بليغ في دار الاوبرا المصريه بيانو بليغ حمدي. طبعا طبعا احنا كده عندنا حاجتين احنا متبنيينهم جداً. اللحن الجديد، وده شيء غريب جدا، اللحن الجديد ولا حاجه تعمل مداخله بتاع بليغ تقول له فين اللحن وبيانو بليغ. دول قضيتين، دول على فكره دول يعني انفراد ليك والله، يعني دول قضيتين انا بشخصي نفسي تتبناهم معايا ونحققهم الحقيقه معاك 100%. وانا هنا بقى بما ان احنا تبنينا مع بعض قضيتين، انا عندي حاجتين نفسي فيهم. نفسي ان انا استضيفك ونتكلم على بليغ الاثنين مع بعض. يا خبر ابيض، يلا بينا. يا شرف ليا. لا ده انا اللي اتشرف، مش كده مش كده، انت رئيس تحريري من وانا في اللفه. لا يا عم العفو، انت استاذ من يومك. العفو العفو خالص خالص، وانا مش عايز احرجك على الهوا، بس الحقيقه انا كنت بقرا حاجات قديمه، مجلات قديمه، فلقيت مقالات مذهله لكاتب سياسي مصري اسمه مصطفى الحسين، الله يرحمه. هذه المقالات لازم تتجمع، فانا انت بقول للناس مين مصطفى الحسيني، واقول لهم كان بيشتغل ايه وبيكتب ايه، والمقالات دي انا اللي هجمعها الحقيقه واطلعها كتاب. يا اخي ده انا ساعتها مش عارف اقول لك ايه بصراحه. والله انا كنت بقرا فيها، ايه التحليل ده؟ ايه الكتابه دي؟ مش ممكن يعني، بقى احكي بقى للناس على الراجل ده. والله مش عارف، الموضوع بالنسبه لي محرج فعلا. لا والله بس مش عارف اقول لك أنا, إيه؟ انا من هواه المجلات القديمه، فاشتريت شويه الفتره اللي فاتت، فلقيت فيها مقالات لهذا الرجل الكاتب الكبير الحقيقه اللي هو ما خدش حظه. فنفسي ان انت برضو ايه تتبنى تتبنى نطلع كتاب عنه والمقالات والحقيقه. يا ريت والله، انا لازم برضو اتكلم مع اخواتي في الحكايه دي، بس ابدا يعني، حتى لو اخواتي يقول لي انت ما خدتش راينا هقول لهم مش دي المشكله. لا هو المهم انه يعني هذا الارث اللي يتركه لينا ابونا في كتابات ومقالات لازم يتجمع، لازم الناس فعلا تقرا شغله. ف يعني انا دي بالمناسبه يعني خلينا في بليغ حمدي، فبليغ ده الحقيقه حدوته مصريه عظيم الشان الحقيقه. وانا بالمناسبه في برضه خبر ليك كمان، ان انا عندي كتاب جديد عن بليغ، كتاب غير اللي طبعا غير الكتاب اللي انا قريته. لا يبقى تنورنا يا باشا. هو لازم ضروري خلاص. ايام بليغ الاخيره، والحقيقه خبر ليك لسه مكلمني الدكتور محمد الباز وقال لي ان انا هنشره، يعني هو الناشر بتاعه فعلا. يشكر جدا على ذلك. والله جدا. هو من عشاق بليغ، بليغ ده له درويش على فكره. بما اني لا اعمل في مجال النشر، لكن اقدر اقول لك وانا هبقى اول واحد يقراه وهو لسه مسوده. طيب يا ريت، ده بالعكس ده شرف. على قدي.
والله انا لسه المفروض ابعته له خلال اليومين الجايين دول، وهو متحمس ليه الدكتور محمد الباز صديق عزيز، وهو بيقول لك ان درويش بليغ، فبليغ ده له درويش الحقيقه مش ممكن لا هو يعني. لا ده هو كلنا درويش بليغ يعني. لا اظن ان في حد يختلف على ذلك يعني. انا عايز اشكرك جدا حقيقي، الف 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 شكر، وانا لا زلت مصر على انه بعد اذنك لبي دعوتنا المتواضعه ونقعد ونتكلم عن بليغ حمدي كاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ ايمن الحكيم.